المتواجد حاليا في تدريب النادي الاهلي في مقر النادي الاهلي في الجزيره. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك شيما وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل شيما، الاهلي الان بيجرى تدريبه الرئيسي قبل مباراه النجوم غدا الساعه 7 في استاد بيترو سبورت. يمكن الاهلي بدا تمرينه في الرابعه عصرا، يمكن قبل بدايه التمرين كان في محاضره بين مستر لاسارتي مع اللاعبين حوالي 4 أو 5 دقائق، اتكلم فيها عن مباراه الغد، اتكلم فيها عن التركيز الكامل في مباراه الغد، طلب اللعيبه بالحصول على الثلاث نقاط، طلب اللاعبين بكره الظهور بشكل مشرف، طلب اللاعبين ايضا اللعب بدون ضغوط ويلعبوا كرتهم العاديه خالص، ما يخافوش من حد، ما يخافوش من حد، ويأدوا أدائهم الطبيعي جدا عشان خاطر يقدروا يحرزوا على الثلاث نقاط. حذرهم من خطورة فريق النجوم، قال لهم ما تستهونوش بالخصم، الخصم ممكن يكون في المركز الأخير ولكن بيقدم كرة جميلة. بعد ما شاهد مستر لاسارتي واللاعبين جزء من مباريات النجوم الفترة الأخيرة، وبالفعل فريق يجب أن يحترموا لاعبي النادي الأهلي علشان خاطر بإذن الله يكون بكرة الفوز حليف النادي الأهلي. يمكن بعد هذه المحاضرة اللي استمرت حوالي 4 أو 5 دقائق كان في مربعات وإطالات، والخبر مفرح لكل جماهير النادي الاهلي ان مروان محسن شارك في تدريبات اليوم بكل طبيعيه جدا، بصوره طبيعيه جدا، ومكمل التمرين الى الان. يعني مروان محسن بنسبه كبيره ممكن يكون في قائمه المباراه. الراجل النهارده كان شغال تكتيك على التشكيل اللي هيلعب بيه بكره في مباراه النجوم. يمكن خط الدفاع يمكن اللي هو احمد فتحي، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول طبعا، ومن خلفهم الشناوي، يمكن ده هو الشكل اللي ممكن يبدا بيه بكره في خط الدفاع، وسط الملعب والوسط المهاجم، ويمكن الفيرود يمكن ازارو هو اللي حاجه بطاقة اللعب بكرة، لكن باقي اللاعبون لسه الكل ممكن يبقى ليه أي حظوظ، منهم أجاية، جيلاردو، حسين الشحات، رمضان صبحي، الكل لهم فرصة في وسط الملعب. يمكن محمد هاني ممكن فتحي يخش، محمد هاني يبقى بكرايت، يعني الكل لسه ما استقرش على التشكيل طبعا، حفاظا على برضو سرية التمرين علشان خاطر ما نكونش بننقل صورة للخصم أو نعرف الخصم كل كواليس تدريب النادي الأهلي. التدريب مستمر او تاهيل مستمر مع الكابتن طارق عبد العزيز للثنائي عمرو جمال واحمد علاء. على الجانب الاخر تمرين الحراس، يمكن الكابتن طارق سليمان معاه حراس النهارده كتير، يمكن معاه من الصغار مصطفى شوبير، احمد طارق، معاه من الكبار بقى الشناوي اللي حجز بكره بطاقه اللعب، ومعاه علي لطفي طبعا، والعائد من الاصابه شريف اكرامي ممكن متالق في التمرين. الحراس كلهم بيادوا تمرينه قويه جدا زي ما قلت لك. النهارده مستر لاسارتي بيركز على تكتيك المباراه اللي هيلعب بيه غدا، باذن الله يكون الفوز بكره حليف النادي الاهلي ويحصل على 3 نقاط ويتربع على قمه مسابقه الدوري العام. شيما اتفضلي. شكرا ليك شريف شعبان، مراسل قناه النادي الاهلي المتواجد حاليا في تدريب النادي الاهلي.